كل التحية ليك كابتن اسلام ولكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الاهلي. غلق تام للبطولة الافريقية وتركيز في بطولة الدوري العام. الاهلي اليوم على موعد في لقاء هام الانتاج الحربي والنادي الاهلي على استاد بيتروسبورت في تمام الساعة 7، وهي احد مباريات الاسبوع 22 من بطولة الدوري العام. مباراة اكيد ستكون غاية في القوة وغاية في الاهمية، نظرا طبعا للمدير الفني كابتن مختار وادائه التكتيكي الرائع خلال المباريات الماضية الخاص بفريق الانتاج الحربي، وايضا كمان النادي الاهلي الذي يريد ان يستمر في سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري العام، وايضا كمان بعد تعثر الفريق في مباراة سيمبا بطل تنزانيا في البطولة الافريقية لابد يكون في تركيز خلال المرحلة القادمة، وابتداء ان شاء الله من مباراة اليوم ان شاء الله تكون 3 نقاط في جعبة النادي الاهلي. ظروف والتلاحم المباريات الكبير اللي بيواجه اللاعبين وايضا كمان الاصابات العديده اللي بتضرب فريق النادي الاهلي، امور كلها فنيا بتاثر بشكل كبير، لكن خلاص يمكن زي ما بنقول وبناكد لابد يكون الكل جاهز، لابد يكون الكل على قلب رجل واحد خلال المرحله القادمه. بطوله الدوري لسه بطوله الدوري صعبه هذا الموسم اكيد، لكن النادي الاهلي مع الاستمرار في الاداء المميز وايضا كمان حصد النقاط بغض النظر عن الظروف المحيطه ان شاء الله النادي الاهلي يخطو خطوات ثابته للامام ومنها ان شاء الله في مكانه الطبيعي وهي مقدمه بطوله الدوري العام. قائمه تتكون من 19 لاعب يا كابتن اسلام على راسهم الشناوي وشريف اكرامي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، محمود وحيد، ايمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، هشام محمد، كريم ندبد، عمرو السليه، حمدي فتحي، ناصر ماهر، احمد الشيخ، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور اجي. 19 لاعب بالفعل هم اللي جاهزين فنيا وطبيا لهذه المباراه، وعلى الجانب الاخر يمكن في 15 او 16 لاعب خارج هذه القائمه، منهم للرؤيه الفنيه ومنهم كمان للاصابات ولاعبين عائدين من الاصابات. لو ببدا معاك يا كابتن اسلام بالرؤيه الفنيه الخاصه بمستر مارتن لاسارتي، احمد علاء، ورامي ربيعه، باسم علي، علي لطفي، اسلام محارب، ومحمد شريف، دي الرؤيه الفنيه الخاصه بالجهاز الفني. لكن على الجانب الاخر لو بنتكلم على المصابين واللعيبه اللي في مراحل نهائيه من التاهيل، وليد ازارو، ومروان محسن، وليد سليمان، محمد نجيب، صالح جمعه، احمد فتحي، وحمودي، حسام عاشور، ومحمد محمود، وعمرو جمال. ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي هو الفريق الضيف، فاكيد هيكون المشجعين المتواجدين سواء من اعضاء النادي الاهلي او مشجعين العاديين هيكونوا 500 فرد كالعاده طبقا للائحه الخاصه باتحاد الكره وحضور الجماهير. على الجانب الاخر ايضا كمان زي ما بناكد وبنقول بيكون في تنسيق امني على اعلى مستوى، وايضا كمان التامين الخاص بالمباريات، لان استاد بيتروسبورت بيحتاج تنسيق كبير داخل الاستاد وخارج الاستاد، لان لابد يكون في تسهيل المهمه على الاعلاميين. يمكن بنتكلم طبعا من هذه اللحظات واحنا لسه ما وصلناش الى الاستاد، بيكون في امور صعبه شويه، ما بيكونش النادي الاهلي هو منظم هذه المباراه. بنتمنى ان شاء الله النهارده تكون الامور مهيئه لطاقم الاعلام بالكامل، القنوات الفضائيه بالكامل، ان شاء الله باذن الله النهارده يعني الامور تكون بسيطه ويكون فيها يسر، عقب انتهاء المباراه نقدر ان احنا ان شاء الله نادي شغلنا كالعاده بلقاءاتنا مع اللاعبين وبحضورنا للمؤتمر الصحفي. متواجدين كالعاده كابتن اسلام في فندق الاقامه، لحظات بسيطه جدا وتوجه النادي الاهلي الى استاد بيتروسبورت. انتهت المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه، التكتيك الرتوشه الاخيره على القائمه طبعا وعلى التشكيل اللي هيخوض به النادي الاهلي هذه المباراه. كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي، يكون اللعيبه موفقين، الجهاز الفني موفق في اختيار التشكيل الامثل اللي ان شاء الله هيحصد به 3 نقاط يكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. عوده ليك يا كابتن اسلام.